بالنسبة لقرار إغلاق المساجد في يوم عاشوراء، ده قرار حكيم. وزارة الأوقاف تتخذ من القرارات ما تشاء في مصلحة البلد. لو عشت للعام القادم لأصومن التاسع والعاشر، النبي عليه الصلاة والسلام. فيوم عاشوراء ده اللي لقى فيه سيدنا موسى بني إسرائيل. طب انت ليه كده؟ يعني هم مش عايزين يحتفلوا ليه؟ حاجة كان النبي بيحتفل بيها، اي حاجة النبي كان بيعملها نعملها. وقرار صائب بنسبة ان هو مثلا يمنع الشيعة، ده يبقى قرار صائب. مفروض ما فيش حد يتدخل في احتفالاتنا الدينية، لان الشيعة دلوقتي عاوزين يعملوا فتنة ما بين المسلمين وبعضهم، فياريت يتراجع عن القرار ده. احنا طبيعة بلدنا وتعبيتها، طبيعة شعبنا، طبيعة ديننا ما يعرفش الكلام ده. يقعدوا يرزعوا على صدرهم ويعملوا لك دم هنا وحاجات كده. لا، الاسلام هتلاقي آية من القرآن بتقالت ان اي حاجة مش في القرآن فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.